أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ذكرت حفظك الله في أول الباب في الدرس السابق أن الاستسقاء بالأنواء شرك، ثم ذكرت عند حديث أبي مالك أن تلك الخصال من كبائر الذنوب، وأن من كان فيه خصلة منها لا يكون مشركا. أرجو توضيح الحق في ذلك، وربما أني أخطأت فيما سمعت أو فهمت من شرحك حفظك الله غير ما ذكرت. أنا بينت أن الاستسقاء بالأنواء كما ذكر العلماء أنه على قسمين، إن كان يرى أن النجوم هي التي تحدث المطر وتخلق المطر هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. أما إن كان يرى أن الذي يخلق المطر وينزله هو الله وإنما النجوم سبب هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل النجوم سببا ينزل المطر، هذا يكون شركا أصغر. هذا التفصيل، هذا ما فصله العلماء وذكره الشراح على هذا الحديث.